أولا، لا يخفى على أحد منكم قيمة التعليم، قيمة التعليم في الإسلام وفي الأمة. وحقيقة نحن نحتاج إلى التأكيد على هويتنا الإسلامية، على هويتنا العربية. إن كنا نعيش في فرنسا أو نعيش حتى في الفضاء الخارجي، فلا بد أن نتمسك بهويتنا، هويتنا الإسلامية الحقيقية السمحة العادلة الوسطية. لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا. نحن الآن في المجتمعات الغربية ما بين إفراط أو تفريط، ونفتقد بشدة إلى وسطية محمد صلى الله عليه وسلم، بين تفريط أننا لا نجد من يعلمنا، لا نجد من يؤكد لنا هويتنا، وننسى تماما هويتنا، ويضيع الأبناء. ومنهم من وجدنا ونحن في سفراتنا نجد رجل اسمه جورج أو مايكل، نكتشف أن جده الثالث كان أحمد أو عبد الله، جده أحمد أو عبد الله، وجده الثالث، ليس الجد السابع ولا الثامن، ليس من أيام الأندلس ولا، لا، جده الثالث يعني 60 سنة كان جده أحمد وعبد الله، والابن أصبح جورج ومايكل وإيمانويل. لماذا؟ لأننا فرطنا، لم نجد من يحافظ على هوية هذا الشعب. فهذا التفريط وإفراط أننا نجد من يريد أن يلجأ ويتعلم الإسلام. أين يتعلم؟ لا يجد أمامه إلا رجل لم يحصل من العلم شيئا، مجرد أنه يتكلم عن الإسلام يأخذه في غرف مغلقة وفي غرف مظلمة، يعلمه ما ليس من الإسلام، يعلمه دينا جديدا يحضه على القتل وسفك الدماء، يحضه على التعصب والتشدد والظلامية الشديدة، ويقول له هذا هو الإسلام. فمن المسؤول؟ من المسؤول عن الأجيال القادمة؟ أنتم جميعا أو أغلبكم قد جاء من بلاده ومعه حصيلة من الهوية الإسلامية، حصيلة من الهوية العربية، تعلم في بلاده على الأقل، تربى على مكارم الأخلاق وتعلم بعض أصول الإسلام، وجئت هنا فما زال هذا هو الزاد الذي يدفعك للحفاظ على هويتك. طيب أبناؤنا، أبناؤنا الذين ولدوا ها هنا، أطفالنا الذين تربوا ها هنا، من يعلمهم الإسلام؟ هل المدارس الفرنسية والحكومة الفرنسية تعلمهم الإسلام؟ هل نتركهم بين أيدي غير المسلمين يعلمونهم الإسلام؟ إطلاقا، أنت لن تستطيع أن تعلمهم، لن تستطيع وحدك وفي بيتك حتى وإن كنت شديد الحرص أن تحافظ على هذا الولد. الآن الأب والأم والأسرة تعلم وتربي، ولكن الجزء الأكبر من التربية لم يعد على هذه الثلاثة، لم يعد على الأب والأم والأسرة، إنما أصبح الجزء الأكبر على المدرسة وعلى الشارع وعلى الإعلام. المدرسة تربي، الشارع يربي، أصدقائه الذين يتعرف عليهم يربي، الإعلام يربي، الإعلام المفتوح والسماوات المفتوحة. من الذي سيمنع ولدك من أن يشاهد ما لا تحب أنت أن يشاهده الولد؟ سيخرج إلى الشارع ويجلس مع أصدقائه ويشاهد ما لا تحب ويمارس ما لا تحب. لابد أن نعلم أن هناك وسائل جديدة غير الأب والأم والأسرة للتربية. الطفل الذي يولد
في بلاد الغرب ولا يجد هويته الإسلامية، من المسؤول عنه؟ من المسؤول عن فقدان جيلنا الثاني أو الثالث؟ نحن الآن أصبح عندنا الجيل الثالث، أليس كذلك؟ وعشر أعوام ويكون عندنا الجيل الرابع. من المسؤول عن ضياع هوية هذا الجيل؟ أنتم. أنتم مسؤولون عن ضياع هوية هذا الجيل. كل طفل مسلم وكل طفلة مسلمة، هذه فتوى، كل طفل مسلم وكل طفلة مسلمة تولد في هذه البلاد من أب وأم مسلمة، ولا يجد هؤلاء الأطفال وسائل لتربيتهم، ولا يجد مدارس لتعليمهم هويتهم الإسلامية، فإن ضاعوا وضاعت هويتهم فأنتم المسؤولون أيها الآباء، أنتم المسؤولون أمام الله عز وجل. أنت الأب، أنت الجد، أنت الأخ الأكبر، مسؤول أمام الله عز وجل. كل طفل لا يجد مدرسة ووسيلة من وسائل التربية ويضيع في هويته، كلنا مسؤولون عن هذا. والفتوى من رابطة علماء أهل السنة، من المجمع الأوروبي للإفتاء، من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الفتوى أن بناء المدارس في أوروبا، المدارس العربية الإسلامية، ليست المدارس التي تحفظ القرآن فقط، ليست المدارس التي تعلم الشريعة فقط، لا، المدارس التي تدرس المنهج الفرنسي وتدرس العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. نريد مدرسة يتخرج منها الطالب ليلتحق بكلية الطب في السوربون أو في ليون أو في أي جامعة. الفتوى أن بناء هذه المدارس والإنفاق على هذه المدارس أوجب من الإنفاق على المساجد، أوجب من الإنفاق على المساجد. أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الجيل الذي ينشأ ولا يجد مدرسة. كل بنت، كل فتاة لا تذهب إلى المدرسة بسبب أن القانون يجعلها تخلع الحجاب وهي لا تريد أن تخلع حجابها، أنتم مسؤولون عن فشلها، أنتم مسؤولون عن جهلها، لأنكم تستطيعون أن تبنوا مدارس وتنشئوا مدارس تعلم هذه الفتيات المسلمات بحجابهن، ويخرجن من المدرسة وقد تعلمنا وحافظنا على هويتهن. فهذه مسؤولية أضعها بين رقابكم، وقيمة هذا المشروع جعلتني أترك ميدان التحرير وآتي إليكم من أجل هذا المشروع، لأني كنت اتفقت مع الإخوة على هذا الموعد قبل أن نحدد موعد ميدان التحرير. هذا الأمر لا يقل عندي أهمية عما يحدث في مصر. فهذه الأيام أيها الأحباب تشهد تغييرا جذريا عند المسلمين، تغييرا سلميا، تغييرا في كل ما مضى. أنتم أيضا يجب أن تتغيروا، تغيركم هذا أن تتفاعلوا وتبنوا وتقدموا. لا أحد يقسمنا إلى مغاربة ولا جزائريين ولا تونس ولا ليبيين. من كان عنده قوت ثلاث ليال ليس بفقير. لا أظن أن أحد منكم ليس له حساب في البنوك، لا أظن أن أحد منكم فقير كفقر الفقراء الذين نعرفهم في بلادنا. إن كنت تعيش هنا فقيرا فأنت تأثم بالحياة هنا، عد إلى بلدك، وفقير في بلدي خير من فقير هنا. أن أكون فقيرا في بلادي أكرم وأشرف من أن أعيش هنا فقيرا. فلا أحد يقول أني فقير، ولا تظن أن العرب أو الخليج سيمد لكم يد العون. لا يظن أحد منكم
أننا يمكن أن نذهب إلى السعودية ولا الكويت ولا قطر عشان نجيب شوية فلوس يتبرعوا لهذا المشروع. لن يكون، ولن يعطوكم شيء، ولن نذهب، ولن يذهب أحد منكم. هذه المشاريع إذا لم تقيموها أنتم بأموالكم ما استحقتم أن يقام لكم. هويتكم ودينكم الله عز وجل سيسألكم عنها، الله عز وجل سيسألكم عن الأجيال التي ستأتي بعد 20 سنة و30 سنة، لأنكم إذا لم تؤسسوا لهذا الأمر الآن لن يكون بعد ذلك. إياكم أن يظن أحد أننا يمكن بعد 10 سنوات أو 20 سنة نقيم مشاريع لتحافظ على هويتنا، لأن بعد 20 سنة معظمنا لن يكون موجودا، وسيكون هناك الجيل الذي فقد الهوية أصلا. فهذا هو وقتنا، هويتنا الإسلامية، هويتنا العربية. يتصل بي كثير من الناس يريد صدقة جارية. من أعظم الصدقات الجارية أن تساهم في مثل هذا المشروع، من أعظم الصدقات الجارية. تخيل لو أنك تصدقت ودخل تلميذ إلى هذه المدرسة وخرج منها ودخل الجامعة وتخرج طبيبا مسلما صالحا، هذه صدقة جارية لك. أنجب وتزوج وأنجب وأخرج أبناؤه ودخلوا إلى هذه المدرسة أو إلى مدارس أخرى، كل هذه الأجيال أنت لك صدقة فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة درهما أو دينارا تتصدق به على طالب علم. درهما أو دينارا تتصدق به على طالب علم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسه. هذه القضية أيها الأحباب عندي من الأهمية بما كان، وأقول لكم يعني درجة أهميتها أني تركت ميدان التحرير في هذا اليوم. وأنا شخصيا يعني أتبرع في هذا المشروع، أتبرع في هذا المشروع بأن أقيم دورات للمدرسين الذين يدرسون العلوم الشرعية مجانا وعلى حسابي أنا الشخصي مهما كلفني، ليكونوا حقيقة تلاميذ، يكونوا حقيقة مدرسين يدرسوا العلوم الشرعية كما ينبغي. أكرمك الله الشيخ، هذا متبرع به. أكرمك الله الشيخ، جزاك الله عنا كل خير، وفقك الله. الأمر الآخر، أتبرع ويشرفني أن أكون مستشارا أو مشرفا للعلوم الإسلامية في هذه المدرسة مجانا بغير مقابل، إذا كنتم توافقون على ذلك. أتبرع بأن كل مجيء لي إلى فرنسا لهذا المشروع تذاكري وتذاكر سفري على حسابي الشخصي. الله أكبر، تكبير، الله تكبير، الله أكبر تكبير. وماذا تقدمون؟ أرجو أن نرى مشروعا ومدرسة عربية إسلامية تدرس المنهج الفرنسي وتدرس العلوم العربية والعلوم الإسلامية، وفي نظامها وفي نظافتها وفي تأسيسها لا تقل إطلاقا عن أعرق مدرسة فرنسية في باريس. نطمع في كرمكم ونطمع في شهامتكم، وهذه نفقة في سبيل الله عز وجل، وهي من أعظم النفقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.